غزالتي السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ان شاء الله ايامكم تكون كلها ان شاء الله صحه وفرح وهناء وسرور. اليوم جيناكم بواحد الطبق ساهل ماهل كما نقولوا. بزاف ديال البنات قالوا لينا ديروا لنا شي اطباق ديال المراه العامله، ديك اللي كتجي كتبغي دير شي حاجه فيت في تدخل الكوزينه، يعني ما تفوتش فيها ربع ساعه. فلقينا هاد الطبق ساهل ساهل ساهل، وهذا ماشي اول طبق، شي حاجه اللي ساهله ساهله لا في المقادير ولا في طريقه التحضير، شي حاجه اللي يعني دخلي للكوزينه خرجي. وهانتوما معانا شوفوا المقادير. نبداو على بركه الله. عندنا البطاطا، بطاطا قشرناها وقطعناها على الطريقه، وعندنا صدر ديال الدجاج تقريبا قد الكميه ديال صدر ديال الدجاج قد الكميه ديال البطاطا، وعندي لا كريم فريش، عندي قزبر ومعدنوس، عندي سميتو شامبينيون، عندي بصله مشلضه، عندي الثومه، عندي في العطريه، عندي خرقوم عرق، عندي سكنجبير بزار، سميتو الملحه. انا حنا كما العاده باش كنخدمو بقعقله بسبيسان ويويره وشويه ديال القزبر، وعندنا ورقه سيدنا موسى، واحد جوج عويدات صغار ديال القرفه، هادي زايدين عليهم واحد شويه واحد العشو تيقولوا لهم الكاري، شويه ها هي معلقه. وعندي شويه ديال العطريه ديال الدجاج، راه كتكون مجموعه كامله كتباع مجموعه كامله حتى هي واحد شويه. عندي زيت العود مع الزيت الروميه مخلطين، راكم عارفين القاعده ديالنا. وعندي شويه ديال خل البلزاميك وشويه ديال الصوص ديال الصوجا، وواحد المعلقه ديال غنحتاج معلقه ديال مطيشه ديال الحك. بعد ما درنا البطاطا ديالنا التقله، فاول حاجه كنديروها هي البصله، هذا الصدر ديالنا كنطيبوه، ندير شويه الزيت اول حاجه، كنلوح هذيك البصله ديالي اللي مشلضه، نديها ونجيبها شويه، كنلوح فيها ورق سيدنا موسى وهاديك شويه ديال هادوك جوج العويدات ديال القرفه، وكنطيحها. خاصها طيح مزيان البصله حتى كتولي في هذيك الحموريه، جايه الحموريه باش متبقى شاده صافي. ملي هذيك البصله كتطيح لينا وكتبدا تاخد هذاك اللون شويه كتجيب الحموريه، فكنزيدو على هذيك الثومه، كنزيدو على هذيك الثومه وكنكملوها هكا شويه خيار مع البصله. ملي كتدخل لينا هذيك البصله مع الثومه، فكنزيد الصدر ديال الدجاج ديالي وكنديرو يطيب، كتبقى الكميه ديال الصدر ديال الدجاج على حسب افراد العائله ولا حسب اللي عندك. راه بعض المرات كاين اللي كيشري الدجاج وما كيبغيش الصدر، كاين اللي ما كياكلوش ديال الصدر كيبقى مثلا كيحيدو ولا، المهم اللي عندك في الدار الكميه اللي عندك في الدار اختيارية. صافي كنطيحوه مزيان شويه طيب، عاد كنبداو نزيدو العطريه ديالنا، شويه دخل فيه ديك الثومه بصيله مع ديك الزبده ديال العود، نبداو نزيدو في العطريه. شفتو من بعد ما هذاك الصدر بدا كيدخلو الطياب، كنزيد هذاك الشامبينيون وكنبدا ندير في العطريه ديالي. صافي كنزيد العطريه ديالي، نحرك مزيان ندخل هذيك العطريه في عرفتي، غير الريحة كتجي خطيرة كتجي فنة. صافي ونبداو نزيدو، عندي زيت الصوجة صوص ديال الصوجة، الصوجة كتواتي بزاف مع الدجاج. نزيد
ندخل البلزاميك صافي ندير واحد الشويه صافي نبقى نحرك مزيان ملي كيطيب ليا الدجاج عاد كنزيد هذيك المعلقه ديال المطيشه ديال الحك مع هذيك قزبر ومعدنوس كيبقاو دائما هما الاخرين باش تبقاو محتفظين بديك الطيبه ديالهم. من بعد ما خدا هذاك الدجاج حقو في الطياب فكنزيد ديك المعلقه ديال المطيشه الحب صافي وكنحركها مزيان تكتدخل مع داك الدجاج اللي فيها واحد الحمورية زوينة عاد كدي نزيد فيه قزبر ومعدنوس صافي ملي كتدخل ليا ديك المطيشة في الدجاج هاكا وكيتغير لونها كتعطي واحد على واحد الحمورية زوينة صافي كنصهدها تاهي بحت شوية وكنزيد داك القزبر ومعدنوس وها هو دجاجي جاهز. ماشي ساهله هاد الاكله يعني اكثر من السهوليه ما كاينش شي دار في المغرب ما كنلقاوش فيها البطاطا وما كاينش شي دار في المغرب ما غتلقاش فيها الدجاج على الاقل صدر ديال الدجاج يعني ساهله بمقاديرها وبطريقتها صافي ملي كيدخل ليا هذاك قزبر ومعدنوس حتى هو في الدجاج كنزيد اخر شيء هي لا كريم فريش هاكا وكنخليها تشرب مزيان تتقال تتقال ليا هاد لاصوص صافي انا معاكم ما تمشيو فين بقاو 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 ما تمشيو فين. من بعد ما عقدت لينا ديك لا كريم فريش وكي كتجي صدقوني قسما بالله اللي كتجي عادشي المذاق غزال غزال رائع كما كيقولوا شي كني رائع 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 اختي هاد رائع ناقله والله الا ناقله ودابا غتشوفوا كيفاش غنديروها في المول ديالنا باش ندخلوها للفران صدقوني والله كتجي زوينه كتجي زوينه معنى زوينه وسهله اي دار ما يمكنش ما يكونش فيها الدجاج وما يكونش فيها البطاطا يعني وصفه اقتصاديه وكتطلع زوينه وغير عن المعتاد بصح شي حاجه اللي زوينه دوك لي غراطان غير على دوك لي غراطان العاديين حتى زوينه حتى زوينه وانتم معنا وبقاو ما تمشيو فين. دابا اول حاجه كنديروها ديك البطاطا ديالنا اللي كنا قليناها شتو اللي قليناها كنحطوها هي اول حاجه كنديروها كنديروها بحال هكايا هي لتحت في لافاز لتحت وعاد كنبداو نحطو بشويه بشويه نحطو كامل حتى كنديروه في المول كامل بحال هكا كندورو على ديك البطاطا كامله تزي بشويه بشويه وتحطي هكا باش يجي الدجاج المول كامل صافي. من بعد ما درنا داك الدجاج ديالنا فكنديروا داك الفرماج ديالنا من الفوق وكندخلوها للفران درجه الحراره متوسطه كلشي فيها طايب كتشعلي عليها من الفوق ومن التحت غير باش داك الفرماج يسيح فوق منها وصافي ما راه هي كلشي فيها طايب باش هذيك لاصوص ديال الدجاج تدخل في البطاطا شويه اييه تدخل شويه في البطاطا من كلشي طايب كتجي غزاله 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 بقاو نقول لكم كتجي زوينه 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 هانتوما معانا شوفوا كيفاش هو الطبق ديالنا من بعد ما خرجناه من الفران شوف كي كيجي كيجي غزال 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 صدقوني كيجي فن 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 غير جربوه اكيد ما غتندموش ولا جربتوه وعجبكم خليو لينا لايك وخليو لينا تعليق وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد وحنا راه الاشاره ديالكم الا بغيتوا شي حاجه فما عليكم الا تطلبوا وحنا تحت الطلب وشكرا شكرا شكرا شكرا.